بطل تركي تحدى بكليب ندمانة لدنيا بطمة. صار لي بالضبط بالضبط لغاية الحين 48 ساعة ما نعس. أنا بزاف ندمانة. عارفة روحي غلطانة بغى نصلح الغلطة. أنا بزاف ندمانة. أكثر من 300 ألف فيوز حقق كليب دنيا بطمة لأغنية ندمانة خلال أول كم ساعة لعرضه على اليوتيوب. وهالكليب هو من إخراج زوجها محمد الترك بأول تجاربه الإخراجية. لدنيا أنه ما كنت عمش معها أنا أنه معايا في الخدمة دابة أنها هي زوجتي، لا بالعكس أنا كنت عمل معها فنانة وكان أخدم معها الخدمة ديالي مثل ما يقولوا بطريقتي. يا حبيبتي الماي معاك تقراش تعالي اوريدي كذي فهمتي تسرحين في الكاميرا بغى نصلح الغلطه يا انا بزاف ندمانه وحسك. هو تحدي لي قبل ما يكون تحدي لأي بني آدم، وواضح أنه هالتحدي ماخذ كل وقت وجهد محمد الترك. أنا صار لي بالضبط بالضبط لغاية الحين 48 ساعة ما نعس، أوكي، ولسه باقي لنا شوية كمان تقريبا شي 6 ساعات لنخلص. هي النغرة وبالكليب بنشوف دنيا بأكثر من لوك، منهم الكاجوال وبلوك السهرة. اللوكات كيختلف بزاف حوايج، سواء السيناريو ديال علاش كيدير ستوري بورد، يعني كاين إبداع في هذا الفيديو كليب. نقعد نبكي في بالي صباح وليل. وهالأغنية كتب كلماتها ولحنها إيهاب أمير اللي كان من المفترض يكون موجود بلوكيشن التصوير. كان المفروض أنه يكون حاضر معنا إيهاب أمير اليوم، ولكن عنده التزام مهم وضروري جدا، لهذا ما قدرش أنه يكون معنا. نعودها في عمل آخر إن شاء الله بيناتنا. وآيه الحب بركة من